أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية المستمرة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز، والتي نبدأها من تطورات الأوضاع بقطاع غزة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 12 آخرون بينهم أطفال ونساء جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في بيت لاهيا بقطاع غزة. قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال نسفت العديد من منازل المواطنين في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة وفي حي الزيتون ومدينة رفح الفلسطينية، بينما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع. إلى جانب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة المدنيين بشكل صريح، يوجه الاحتلال نيرانه أيضا إلى منظمات الإغاثة الدولية العاملة داخل القطاع، مستهدفة منشآتها وموظفيها وقوافلها، والمزيد في هذا التقرير. لم تفرق آلة الحرب الإسرائيلية بين طفل وامرأة وعامل أممي، فمنذ 7 أكتوبر الماضي دفعت الوكالات والمنظمات الأممية فاتورة باهظة أثناء قيامها بمهام توصيل المساعدات للفلسطينيين في خضم حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال في قطاع غزة المحاصر. المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني أكد مقتل أكثر من 200 شخص من العاملين بالوكالة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى تعرض 290 مؤسسة ومرفقا للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. مفوض عام الأونروا أكد أن الوضع في قطاع غزة معقد ويزداد كارثية كل يوم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وصعوبة دخول المساعدات الإنسانية، كما أشار إلى أن الفلسطينيين يواجهون أزمة كبيرة جراء قصف البنية التحتية والدمار الذي لحق بها نتيجة العدوان الغاشم. وفي ظل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، كشف لازاريني عن تعرض نحو 21 ألف طفل في غزة للفقدان والقتل منذ بداية الحرب على القطاع، فيما يتعرض ما لا يقل عن 10 أطفال يوميا لفقدان أحد أطرافهم، ما يؤكد الوضع الكارثي الذي يواجهه الأطفال في القطاع. تلك التطورات تأتي في ظل الحاجة الملحة لسكان القطاع للمساعدات الإنسانية والإغاثية، وسط مطالبات بضرورة استمرار الوكالة الأممية في تقديم خدماتها للفلسطينيين المحاصرين في القطاع. أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن الآلاف من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة. طلبت جمعية الهلال الأحمر بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال القطاع ولفك الحصار، وموضحا أن المساعدات الإنسانية الجوية لم تلبي الاحتياجات اللازمة لخفض نسب الجوع. حذر تقرير دولي من اقتراب قطاع غزة من حد المجاعة الكاملة، ومشيرا إلى أن نحو 96% من سكان غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، والمزيد في هذا التقرير. قطاع غزة بأسره لا يزال مهددا بخطر مرتفع ومتواصل من المجاعة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 9 أشهر، هكذا حذر أحدث تقييم للأمن الغذائي في غزة، والذي يؤكد على مخاوف سابقة بشأن استمرار مستويات الجوع الشديد في جميع أنحاء القطاع. تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي كشف عن استمرار الجوع في غزة بشكل صارخ، إذ وجد أن 96% من سكان القطاع يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد. عند مستوى الأزمة في التصنيف الدولي للأمن الغذائي، وما يقرب من 500,000 شخص عند المستوى الكارثي في التصنيف، وفقا لبيان برنامج الأغذية العالمي،
كما حذر برنامج الأغذية العالمي من أن خطر المجاعة يتزايد في الجنوب، وأشارت الوكالة الأممية إلى أن الأعمال العدائية في رفح منذ مايو أدت إلى نزوح أكثر من 1,000,000 شخص، وقلصت بشكل حاد من إمكانية وصول المساعدات الإنسانية، وبالتوازي أدى الفراغ الأمني إلى تفشي الفوضى وانعدام الأمن، مما أعاق العمليات الإنسانية بشكل ملحوظ. وخلص برنامج الأغذية العالمي إلى أنه يخشى الآن أن يشهد جنوب غزة قريبا نفس المستويات الكارثية من الجوع في المناطق الشمالية. يشار إلى أن تقريرا صادرا عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو بالاشتراك مع برنامج الأغذية العالمي كان توقع أوائل يونيو الجاري أن يواجه أكثر من 1,000,000 شخص في غزة الموت والجوع بحلول منتصف يوليو القادم إذا لم تتوقف الحرب. أدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى تدمير شبه كامل لمنظومة الرعاية الصحية، مما يترك سكان القطاع بلا أي خدمات طبية. المزيد في هذا العرض مع كريم الخولي. أهلا بحضراتكم. رغم تأكيد الأعراف والمواثيق الدولية على ضرورة حماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال في أوقات الحروب والصراعات، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف أطفال ونساء غزة بشكل متعمد، فضلا عن انتشار مستويات كارثية من الجوع والأمراض. عادة ما تتجنب الحروب النساء والأطفال في عملياتها في قواعد ثابتة، لكن ما قامت به إسرائيل في غزة من استهداف النساء والأطفال جعل من تلك الحرب غير إنسانية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، فيما ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية سرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين. وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أنه في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسيطرة وإغلاق الاحتلال لكل معابر القطاع واستهدافه المستمر للقطاع الصحي بغزة، أصبحت المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، والتي أصبح رصيدها صفراً أو أوشكت على النفاد. في الوقت نفسه أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول بعض أطفال مرضى السرطان من محافظة غزة والشمال إلى مجمع الناصر الطبي، وذلك عن طريق منظمة الصحة العالمية لمساعدتهم وتسهيل مغادرتهم عبر معبر كرم أبو سالم للسفر للعلاج في الخارج مع تدهور حالتهم الصحية، كما حذرت مصادر طبية في قطاع غزة من وجود تهديد حقيقي على حياة 1,000 مريض غسيل كلى بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تقتصر الخدمة المقدمة لهم على العلاج التلطيفي. هذا وأكدت منظمة الصحة العالمية أيضا أن أكثر من 10,000 شخص يحتاجون إلى عمليات إجلاء طبي خارج غزة، من بينهم مرضى أطفال. ونشد المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم الإجلاء الطبي المستدام للمرضى والمرور في الوقت المناسب عبر جميع الطرق الممكنة. ومن جانبه أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أنه منذ بدء العدوان تم رصد نحو 1,000,000 إصابة بالأمراض المعدية في ظل عدم حصول المرضى على الرعاية الصحية اللازمة نتيجة إنهاك المستشفيات، مشيرا إلى أن غالبية المستشفيات تعمل 4 أضعاف قدرتها الاستيعابية وتعاني من نقص المستلزمات الطبية والأدوية، مشيرا إلى أن الوضع الصحي في غزة أكثر من كارثي وأن حجم الدمار في البنية التحتية غير مسبوق، حيث تحول القطاع إلى ركام. ومن جانبه قال مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني إن توصيل المساعدات إلى غزة أصبح أكثر تعقيدا، وأن هناك انهيارا شبه كامل للقانون والنظام في غزة مما يؤثر على توصيل المساعدات، مؤكدا أن مستويات الجوع الكارثية في أنحاء قطاع غزة من صنع الإنسان، وأن إسرائيل تسعى لإنهاء عمليات الوكالة في قطاع غزة، وإذا لم تتم
مواجهتها ستستهدف جهات أخرى تابعة للأمم المتحدة. بينما أعلنت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك أن بلادها قررت زيادة مساعدتها لقطاع غزة بما يصل إلى 19 مليون يورو إضافية، كما اعتبرت أن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن هو السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الحرب على قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول أبرز التطورات التي يشهدها قطاع غزة بالوقت الراهن. شكرا لكم على المتابعة. قال رياض منصور مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن إنه حان الوقت لكسر دائرة إفلات إسرائيل من العقاب. أضاف أن العالم فشل في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، وأوضح أن كل دولة لديها مسؤولية لتضمن أن جميع مؤسساتها لا تسهم بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. كما أشار إلى أن إسرائيل تدمر حل الدولتين وكل فرصة لتحقيق السلام، وداعيا الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى سرعة الاعتراف والمضي قدما في حل الدولتين، ومؤكدا أن إسرائيل أعلنت أمام العالم أجمع أنها ستواصل الاستيطان في الضفة الغربية والهجمات ضد الأماكن المقدسة بالأراضي المحتلة. وقد قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة. وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، أوضحت المندوبة الأمريكية أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يمثل عقبة أمام حل الدولتين، ومؤكدة أن سكان غزة يعانون مستويات كارثية من الجوع، والوضع قد يزداد سوءا مع تعطيل وصول المساعدات. طلبت روسيا إسرائيل بالتخلي عن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين. وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن ويتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تبين أنه غير جدي. حذر المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط من أن غالبية سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، نبه المسؤول الأممي إلى أن المجاعة على الأبواب شمالية قطاع غزة ومستويات الجوع مرتفعة في القطاع، كما أعرب عن قلقه الشديد إزاء خطر التصعيد وخاصة على الحدود بين إسرائيل ولبنان. رغم تأكيد الأعراف والمواثيق الدولية على ضرورة حماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال في أوقات الحروب والصراعات، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف أطفال ونساء غزة بشكل متعمد. المزيد في هذا التقرير. عادة ما تتجنب الحروب النساء والأطفال في عملياتها في قواعد ثابتة، لكن ما قامت به إسرائيل في غزة من استهداف النساء والأطفال جعل من تلك الحرب غير إنسانية، خاصة وأنها ضربت بعرض الحائط جميع المواثيق والأعراف الدولية على مرأى ومسمع من العالم أجمع. ومع اشتداد الأزمة الإنسانية في غزة وخاصة ضد الأطفال، يسعى أطباء في القطاع إلى محاولة التخفيف عن هؤلاء الأطفال وفحص الآلاف منهم للكشف عن حالات سوء التغذية وسط مخاوف من انتشار الجوع مع فرار السكان إلى مناطق جديدة. وتوافدت عائلات بالفعل صوب عيادة تابعة للهيئة الطبية الدولية في مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة، والتي افتتحتها الهيئة بعد أن قالت إنها اضطرت إلى إغلاق مركزين في مدينة رفح جنوب القطاع بسبب عدم استدباب الأمن. جنى عياد طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 5 سنوات، كان وزنها 9 كيلوغرامات فقط عندما وصلت العيادة، وكانت تعاني من الإسهال والقيء بسبب سوء التغذية. انت فجأة كان معها إسهال يعني مستمر، كان الوضع بغلدة صعب جدا، يعني مش أنا ما عارفش أتجول على أي مكان أروح إن أشوف إيش بنتي عندها. كان في عندنا نقطة في غزة يعني هنا تشوف الأطفال، رحت عليهم
أعطوني أول شبكتين إشباع إنها يوقف عندها الإسهال، وروحت على البيت لأنه فيش مكان، إنه كان الوضع يعني سيء للغاية في غزة. روحت على البيت أعطتها المحلول الإشباع مدة يومين، البيت متحسنتش على الفاضي، يعني كان يعني استفراغ وإسهال. وتقول مجموعة من وكالات الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة إن تقديراتها تشير إلى أن نحو 7% من أطفال غزة قد يكونوا يعانون من سوء التغذية الحاد، مقارنة مع 8% قبل بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي. وتتمركز أسوأ حالات الجوع الشديد في الشمال حتى الآن، حيث حذر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في مارس الماضي، لكن عمال الإغاثة يخشون من انتشار سوء التغذية إلى المناطق الوسطى والجنوبية في غزة بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، والتي أدت إلى نزوح أكثر من 1,000,000 شخص وتقييد تدفق الإمدادات عبر المعابر الجنوبية. وللمزيد من التفاصيل والتحليل والمتابعة إذا تنضموا إلينا الآن من رام الله الدكتورة تمارا حداد الباحثة السياسية. دكتورة تمارا، بعد التحية دعينا نتحدث عن هل من جديد في المشهد غير المزيد من المآسي التي تحدث بشكل يومي، سواء بالنسبة للقصف أو المجازر أو التجويع أو الأمراض أو المستشفيات التي تخرج من الخدمة ومزيد من الحاجة إلى المساعدة الإنسانية؟ ما الجديد في المشهد؟ تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. بالنسبة للكيان الإسرائيلي كمشهد ميداني عسكري، ما زالت أنا الحرب قائمة، تحديدا فيما يتعلق يعني أي بعد لم يتم القيام به بعملية عسكرية أو دخولا بريا، فإن إسرائيل سوف تكون في المرحلة اللاحقة في هذه المناطق، تحديدا فيما يتعلق المنطقة الوسطى الذي يركزون عليها. هم يعتبرون أن الكوادر المقاومة المسلحة ما زالت موجودة في هذه المناطق، رغم أنهم قاموا بتنظيف المنطقة الشمالية والمنطقة رفح، لكن بقي الآن لديهم المنطقة الوسطى. لذلك استمرارية وجود السلاح هذا يعني استمرارية الحرب، هذا يعني استمرارية الأعمال العدائية القتالية في أرض قطاع غزة. طالما أن هناك صواريخ، طالما أن الحرب قائمة، نتنياهو مصمم أن لا توقف للحرب إلا بإزاحة المقاومة المسلحة، إلا بإزاحة القسام والكوادر التي لها علاقة بالبعد السلاحي. طالما أن التهديد الأمني بالنسبة لإسرائيل للمستوطنين الذين يعيشون في الغلاف قطاع غزة الذي لم يعودوا إلى هذا الغلاف إلا بالتأكد أن هناك لا يوجد سلاح، فبالتالي الحرب طويلة، هي لن تكون في فترة يعني الأيام القادمة، ولن تم الإشارة إلى صفقات، لكن هذه الصفقات غير موجودة في ذهنية نتنياهو. لكن الآن يحاولون في المشهد في المنطقة الشمالية، المنطقة الشمالية هناك تجربة، سيقومون في تجربة الفقاعات الإنسانية. المنطقة الشمالية الآن في بعد تجويعي ممنهج، وأصبح التجويع بالفعل فوق الخطوط الحمراء من أجل أن يضغط على المواطن وليس المقاومة، ويضغط على المقاومة من أجل أن تستسلم، لكن يضغط على المواطن أن يقبل بالإدارة المدنية التي سوف تنشئها إسرائيل في المنطقة الشمالية. الآن هناك تواصل بين إسرائيل وعدد من العائلات وعدد من الحراكيين الذين كانوا يحركون حراك بدنا نعيش بعام 2018، الآن تم التواصل معهم من أجل التحرك من قبل أن يستلموا البعد الإنساني أو تسلم المساعدات، ولا ما يبدو يريدون فصل المنطقة الشمالية يعني المنطقة الجنوبية، وعملية تشجيع أو عملية تنفيذ الخطة التي أشار إليها جالينت، وهي الفقاعات الإنسانية بتجربة يتم تحديدها في المنطقة الشمالية. وبالتالي الآن الجيش لم يخرج. دعينا نتحدث عن هذه الفكرة بشكل أكثر تفصيلا دكتور تمارا. أولا إسرائيل لديها خطة، الخطة الآن أن إسرائيل لن تنسحب من أرض قطاع غزة إلا بإيجاد بديل، ليس طبعا البديل حركة حماس. إسرائيل الآن تقوم بالدخول وتنظيف المنطقة من المقاومة المسلحة وتنظيف من الحكم الإداري العسكري، يريدون تجربة هذه الفكرة في المنطقة الشمالية، إذا نجح سوف يستمر هذه على المناطق الأخرى. الآن في المنطقة الشمالية تم التواصل عدد من المواطنين عن طريق الإسطوانة التي عن طريق SMS يعني حسب منظورنا تم إرسال لعدد الذين كانوا يقطنون في المنطقة الشمالية أن يعودوا، ولكن ليس لهم علاقة بحماس وليس لهم علاقة بالبعد الأمني، فقط المسالمين الذين سوف يردون بإيجاد بديل آخر كإدارة مدنية، بمعنى أن هناك بعد أمني ستكون أو قاعدة أمنية يتم عملية تسجيل المواطنين من جديد وهويات من جديدة ليس لها علاقة بالقديم. ومن يعود يكون في أمان أم يتم قصفه كما كان يحدث كثيرا؟
اولا عمليه الدخول فقط ضمن سياق الجهاز الامني او الكمبيوتر الامني بالنسبه لاسرائيل. اسرائيل هي التي ترسل الرساله لهذا المواطن ان يعود، بمعنى انه اسرائيل تعلم تماما ان هذا المواطن ليس له دخل بالفصائل المسلحه او المقاومه الفلسطينيه. اسرائيل ترسل هذه الرساله، فبالتالي ترسل هذه الرساله، هذا يعني اسرائيل تعلم تماما ان هذا انسان مسالم سوف يعيش تحت اطار دون ان يقاوم الاحتلال. فبالتالي هذه الفكره بدات الان تتبلور على ارض الواقع. تم ارسال رساله لعدد من المواطنين، طبعا عمليه ادخالهم فقط من النقطه الامنيه التي وضعت بمرمى التاريم. هناك اربع قواعد عسكريه بالنسبه لاسرائيل، القاعده عمليه دخولهم عن طريق الفحص الامني ثم يدخل المنطقه الشماليه، ثم اعاده بلوره الحكم الاداري ضمن اداره مدنيه، بمعنى اسرائيل هي تتحكم بالبعد العسكري لكن تحرك او تعطي مجال لبعض الشباب او لبعض العائلات ان تقوم بتسيير على الاقل المساعدات الانسانيه. لذلك اسرائيل الان تسيطر الان انسانيا وامنيا واداريا على كل قطاع غزه، لكن هناك بعض المناطق التي لم تصل اليها تحاول الان من خلال ارجاع المواطنين الى المنطقه الشماليه، تريد بعد عمليه يعني تخفيف من مطأة عدد السكان في المنطقه الوسطى، سوف تقوم بالدخول بري المنطقة الوسطى بعد تخفيف عدد المواطنين بعد عودتهم إلى الشمال، ولكن المواطنين الذي ليس لهم علاقة بالمقاومة المسلحة. طيب، ومع هذه الإجراءات كيف تقيمين الصورة؟ طبعا الصورة حتى هذه اللحظة هي صعبة جدا، يعني هذا قد يحتاج إلى وقت، يعني من هنا أن يحتاج إلى وقت عملية إرجاع ثم عملية دخول ثم عملية القصف الجوي في المنطقة الوسطى، هذا يعني ما زال هناك عدد من المدنيين سوف يقتلوا. كون أن المقاومة حتى هذه اللحظة بالنسبة لإسرائيل هي لم تستسلم، يعني المقاومة هي لم تستسلم بالخريطة التي أشاروا إليها، وهي إخراج الرهائن ثم أن يكون هناك استئناف إطلاق النار. يعني بمعنى صفقة بايدن أو نتنياهو أو الصفقة الإسرائيلية ذاته الأمريكية، هذه الصفقة تشير إخراج الرهائن مقابل أن يكون هناك نوعا ما من عملية تخفيف أو أن تكون هناك هدنة مؤقتة. لكن سوف إذا شعروا أن هذه المقاومة زالت يعني على قيد الحياة حسب إسرائيل، فإن إسرائيل سوف تستهدف إطلاق النار، هذا ترفضه المقاومة. لذلك رفض المقاومة إسرائيل تستغله في استمرارية والإمعان في استمرار الحرب أو العدوان على قطاع غزة. الآن يستخدمون خطتهم وهي عملية التنظيف وإدخال أشخاص آخرين كإدارة مدنية، وأيضا عملية تخفيف من عدد السكان من الوسطى إلى المنطقة الشمالية، والعكس صحيح سوف تكون في منطقة شرق رفح. هناك تهديم المنازل حتى لو سوى بناء الإعمار، لن يكون الإعمار إلا تحت إمرة إسرائيل. نعم، والإعمار هل هو متاح أو من الممكن أن يتم بصورة عاجلة أو في وقت قصير، لأن كل شيء دمر؟ أولا إسرائيل دمرت بشكل متعمد. لماذا؟ دمرت المدارس، دمرت الجوامع، قطاع غزة كان أغلبه جوامع التي كانت فيه حلقات الدعوة لحركة حماس، والتي تعتبر هي ليست حلقات الدعوة بالنسبة لإسرائيل، هي حلقات يتم تجنيد القسام أو تدريبهم في داخل الجوامع. تم هدم هذه الجوامع، تم هدم المدارس. لماذا تم هدم المدارس؟ هم لا يريدون المنهج الذي كان سابقا، الذي كان يدرسه من قبل حكم حماس للمواطنين، الذي كان يشير إلى المقاومة وإلى مدارك والسلاح وإلى مدارك. الآن سوف يتم بناء منهاج جديد. لكن تغيير المنهج كان بالتأكيد أسهل من تدمير المدرسة. من المؤكد أن تدمير المدرسة لم يكن الهدف منه فقط هو استهداف المناهج التي إسرائيل غير راضية عنها. صحيح، هذا سؤال مهم جدا. الهدف الأساسي من هدم المدارس والمستشفيات كانت تعتقد إسرائيل أن هناك كوادر لحركة حماس، كوادر يتم يعني هناك قاعدة، يعني كانت إسرائيل تعتقد أن المشفى تحديدا الشفاء كان قاعدة عسكرية أو قاعدة استخباراتية لحركة حماس. المدارس الأونروا كانت تعتبرها كذلك، لكن اكتشفت أن عملية تهديم المدارس والمستشفيات كان أغلبها ذات طابع مدني وليس عسكري. لكن في نهاية المطاف تم استهداف هذه المستشفى، تم استهداف الجوامع، تم استهداف البنية التحتية. طبعا الهدف الأكبر من هذا الأمر هو تعزيز فكرة المواطن الفلسطيني التهجير، بمعنى أن يقبل بما تفرضه إسرائيل كفرض أمر واقع. وهذه النقطة الأساسية دكتور تمارا، يعني عذرا على المقاطعة، لكن مما لا شك فيه أن إسرائيل كانت على علم بما يحدث بالنسبة لمقرات الأونروا، كانت على علم بما يحدث فيما يتعلق بالمدارس، لكن كان الهدف هو تدمير كل ما هو موجود في قطاع غزة بشكل عام. صحيح بالفعل، لأن الهدف الأساسي هو أن يتم إنهاء فكرة المواطن الفلسطيني أن يعيش في أرض قطاع غزة. كان هدفهم تدمير كليا حتى تحول كقاعدة عسكرية أمنية
قطاع الاستخباراتية أخذ الغاز وغزة بكل أريحية، لكن في نهاية المطاف عدم التهجير القسري لرفض مصر في أول بادئ الأمر في بداية معركة طوفان الأقصى أدى الأمر أن إسرائيل تفكر بمنهج آخر. المنهج الآخر استمرار التدمير، استمرار التجويع، استمرار القصف والتدمير. هنا يبقى في ذهنية المواطن إما أن يهجر أو أن يبقى فيما تفرضه إسرائيل وليس فيما تفرضه الفصائل أو المقاومة. يعني إسرائيل سوف تفرض الآن حكما عسكريا تحت إطار إدارة مدنية، بمعنى إحنا يعني القضية الفلسطينية عادت إلى الوراء. صحيح أن القضية رجعت إلى الصدارة في العالم والاعتراف الدولي، لكن ميدانيا عملياتيا في الضفة أو قطاع غزة عادت إلى الوراء، بمعنى أن إسرائيل صارت أصبحت الآن في الضفة الغربية تقتحم يوميا، وهناك الكثير من المستوطنات باتت الآن تبنى على أرض الضفة الغربية. قطاع غزة أيضا أعيدت إلى الاحتلال المباشر. على ذكر الضفة الغربية دكتور تمارا، تعليقك على ما قالته المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي عن موضوع الضفة الغربية وأن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يمثل عقبة أمام حل الدولتين، كيف رصدت هذا التصريح؟ طبعا تصريح هو كان بالفعل هو تصريح كلام جاد، وهي يعني ينبع من مؤشرات معطيات ودلائل وهناك براهين. الضفة الغربية الآن وكأنها كنتونات وكل كنتون مغلق بجدار أو إسمنتي أو أمني وحاجز أمني، فبالتالي الضفة الغربية هي مقطعة، وكأن هذه الضفة عبارة عن جبنة مقطعة الأوساط، وبالتالي الضفة لا توجد هناك أي تواصل جغرافي بين منطقة وأخرى، حتى على مستوى التواصل الديموغرافي بصعوبة أن يصل الذي يعيش في الخليل أن يصل إلى رام الله بشكل سلس. فبالتالي الضفة الآن مقطعة نتيجة وجود بين منطقة وأخرى مستوطنة، وتحديدا أن سموتريتش بخطته الجديدة ويريد أن يسرع ويقون هذه المستوطنات، ويريد أن يسحب صلاحيات الجيش الإسرائيلي من حكم عسكري، يريد أن يحولها إلى إدارة مدنية. سموتريتش صريحا في هذا الأمر. سموتريتش هو ينفذ بعدما أصبح لديه منصب، كانت خطته في عام 2017 عندما كان عضو في الكنيسة، أصبح الآن يمتلك مناصب عالية، منصب وزير في وزارة الدفاع، وزير المالية، ووزير الاستيطان. أصبحت لديه ثلاثة مهام تحقق تنفيذ خطته، خطة الحسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فبالتالي الضفة لا يوجد أي بوادر مستقبلية إلا بعملية إخلاء المستوطنة حتى تحول إلى دولة فلسطينية، لكن على أرض الواقع عملياتيا ميدانيا لا توجد هناك أي أفق يتم فيها ترابط الخليل ونابلس ورام الله وقلقيلة مع بعضها البعض، بين منطقة وأخرى مستوطنة أصبحت هي تضاهي الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية. نعم، من رام الله الدكتورة تمارا حداد الباحثة السياسية، جزيل الشكر لحضرتك على هذه الصورة وهذا التحليل لكل ما هو جديد، جزيل الشكر. في ظل تدمير الاحتلال لمنظومة الرعاية الصحية في قطاع غزة بشكل شبه كامل، بات أطفال القطاع وخصوصا من يعانون من أمراض مزمنة بلا أي رعاية طبية، والمزيد في هذا التقرير. تنهش الحرب والأمراض ما تبقى من أجساد الأطفال في قطاع غزة في ظل حرب همجية تقوم بها إسرائيل تجاه المدنيين العسل، ليكون أبرز ضحايا هذه الحرب من الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة. ومع انتشار الجوع بين السكان المحاصرين في غزة، يعاني الأطفال المرضى من سوء التغذية ونقص الأدوية اللازمة لإعانتهم على مواجهة الأمراض، وخاصة مرض السرطان الذي ينهش في أجسادهم النحيلة. احنا جينا من الشمال، عملوا لنا اجلاء منظمة الصحة العالمية لحتى انهم يتعالجوا في الخارج اولادنا. ابني احمد معه سرطان في الخصية ولازم انهم يستأصلوا هذا المرض. فيعني في الشمال فيش ادوية، فيش مستلزمات طبية، فيش كوادر طبية لحتى انه يستأصلوا هذا الورم. فعملنا تحويلات كتير وما زبطتش. آخر محاولة عملنا تحويلة لمصر، فلما نطلع اسم أحمد على المعبر احتلوا اليهود المعبر وما قدرنا إنه إحنا نطلعه. ويحاول المرضى وأسرهم منذ فترة تسهيل نقل أطفالهم خارج غزة لتلقي العلاج الطبي وسط النقص الشديد في المرافق والموارد الطبية في شمال القطاع إلى جانب الجوع والدمار. اتصلوا علي وبلغوني أنه في إلا إجلال أولادي،
أنا صدقت، قلت لا مستحيل يعني، يعني ما برك ما بنروح مسكر ومحصرين ريود، كيف يعني إنه بدنا نطلع؟ فيعني يعني هذا يعني كان حلم حياتي إنه أولادي يتعالجوا ويتعافوا، لأنه في الشمال فيش يعني مستلزمات طبية، فيش كوادر طبية، يعني يعني أغلبهم الدكاترة اللي استشهدوا اللي يعني فيش يعني مستلزمات طبية، والشمال يعني بعاني من مجاعة قوية جدا، يعني مجاعة لا توصف، دمار، ويعني فيش مستلزمات طبية، وأنا شعور كأم لا يوصف. ولم تتمكن منظمة الصحة العالمية من القيام بعملية إجلاء طبي من غزة منذ أغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني في أوائل شهر مايو الماضي، ويحتاج ما يقرب من 50,000 مريض في غزة للسفر لخارج القطاع لتلقي رعاية طبية، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية المتعنتة جعلت حياة هؤلاء المرضى في مهب الرياح في انتظار السفر للخارج لتلقي العلاج أو مواجهة المصير المجهول. يتعنت الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما خلق نقصا شديدا في المواد الغذائية الأساسية وجعل القطاع كله على شفا المجاعة. المزيد في هذا العرض مع عمر شهاب. أهلا بكم. يشكل الجوع عموما تحديا كبيرا أمام البشرية حتى في هذا العصر، وفي ظل الصراعات والنزاعات المسلحة يتحول تحدي الجوع إلى وضع مأساوي يحصد أرواح الأبرياء وخاصة النساء والأطفال، مثل ما هو الوضع في قطاع غزة حاليا. ووفقا لتقديرات مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن أكثر من 1,000,000 من سكان غزة يواجهون الشكل الأكثر تطرفا من سوء التغذية الذي تصنفه المبادرة كارثة أو مجاعة. ومنذ بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، تراجعت بشدة مستويات الأمن الغذائي داخل القطاع المحاصر كما وكيفا، مع تعنت الاحتلال في إدخال المواد الإغاثية والوقود، وهو ما أثر سلبا على نصيب كل فرد من سكان القطاع من الطعام، خاصة الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والمرضى. ورغم الوضع الكارثي في قطاع غزة ككل، إلا أن الوضع في الشمال أكثر كارثية. وبحسب تقرير لمجموعة التغذية العالمية، وهي مجموعة من الوكالات الإنسانية بقيادة اليونيسيف، فإن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى حصار الاحتلال وضرباته المكثفة التي حولت الشمال إلى أطلال، إضافة إلى تعنت قوات الاحتلال في وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال على وجه الخصوص. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أكدت وفقا لتقارير ميدانية أن 9 من كل 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وسنتين في غزة في فقر غذائي حاد، أي أنهم يأكلون مرتين أو أقل يوميا. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أكدت أن مستويات الجوع في أنحاء قطاع غزة قد وصلت إلى حد الكارثة، مشددة على أن هذه الأوضاع من صنع الإنسان، في إشارة لجرائم الاحتلال وممارساتها الهادفة لإنهاء عمليات الوكالة في القطاع. وحذرت الأونروا من أن قوات الاحتلال تستهدف كل المنظمات الإغاثية الموجودة في غزة. مشاهدينا، كان هذا عرضا لأبرز ملامح انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة والذي يصل إلى حد المجاعة. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. هذه التغطية ما زالت متواصلة ومستمرة مع حضراتكم. نخرج لفاصل ونعود بعد مرة أخرى لاستكمالها. حرصت جدا، مش انا بس، انا وكل المصريين، على ان احنا نخفف ما امكن على اشقائنا في قطاع غزه. احنا من اول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على ان المنفذ بتاع رفح يبقى فرصه
يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة اللي مطلوب إغاثته. أكد إن إحنا مستمرين وحنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أهلا بحضرتكم من جديد. موقف واضح وحاسم اتخذته مصر منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أعلنت رفضها القاطع للعقاب الجمعي والإبادة الجمعية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة، والمزيد في هذا التقرير. منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومن أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني ورفع العدوان الجائر، لم تتوقف اتصالات الرئيس السيسي مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل وقف الحرب على غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر. وفي هذا السياق أكد رئيس السيسي خلال اتصالاته مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، فضلا عن ضرورة العمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك للحيلولة دون تفاقم الصراع وإرساء الاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة. تلك المواقف المصرية الحاسمة لقت إشادات دولية وأممية واسعة، والتي جاء على رأسها تأكيد السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديره لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار. كما أشاد غوتيريش بعد زيارته إلى معبر رفح بجهود مصر الضخمة لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى أهالي غزة على الرغم من العراقيل والصعوبات الشديدة التي تضعها إسرائيل أمام تلك العملية. ليس ذلك فحسب، بل أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا أن مصر عملت على مدار الأشهر الماضية على إنشاء شريان حياة إنسانية إلى غزة، مثمنة الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر من أجل إنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المواطنين بالقطاع. وفي الوقت نفسه أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورغ أن معبر رفح البري كان بمثابة شريان حياة لأكثر من 2,300,000 مواطن فلسطيني محاصر داخل قطاع غزة، مثمنا الجهود المصرية في إدخال المساعدات واستقبال المصابين بمستشفيات العريش. اتصالات وجهود مصرية على أعلى مستوى قدمتها مصر وما زالت مستمرة في تقديمها من أجل وقف إطلاق النار ورفع العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل، في وقت لم تتوقف جهود مصر على الصعيد الإنساني من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر. حرصت مصر دوما على القيام بدور فاعل في سبيل حل القضية الفلسطينية، حيث كانت مصر وما زالت الدعم الأكبر للأشقاء الفلسطينيين وقدمت في سبيل ذلك كل جهد ممكن. كما قامت مصر بإسهامات على الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والإنسانية على حد سواء. المزيد عن الجهود المصرية في هذا الشأن نتابعه الآن مع كريم الخولي. أهلا بحضراتكم. حرص مصري دائم على الاطلاع بأدوار فاعلة في كل قضايا الأشقاء العرب، والتي تأتي القضية الفلسطينية في الطليعة منها، حيث كانت مصر وما زالت الداعم الأكبر للأشقاء الفلسطينيين وبذلت في سبيل ذلك كل جهد ممكن. كل عناصر الملف الفلسطيني كانت حاضرة في الجهود المصرية، وعلى رأسها ملف المصالحة الفلسطينية، حيث كان لمصر إسهامات مضيئة في هذا الأمر، فضلا عن دورها الرئيسي في الوصول لتهدئة في كافة الحروب السابقة على قطاع غزة
وصولا إلى دورها الكبير في دعم إعادة إعمار غزة عقب الضربات الإسرائيلية عام 2021، والذي رصدت له ميزانية قياسية بلغت 500 مليون دولار. وخلال الأزمة الحالية في قطاع غزة، أكدت مصر جملة من الثوابت الخاصة بها تجاه مسألة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وعلى رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في القطاع، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الإسرائيلية، ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى. كما شددت مصر على أن هذا التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل. الحلول المصرية للأزمة ارتكزت على عدة محددات، أبرزها وقف التدهور القائم في غزة عبر التواصل الدبلوماسي والسياسي المستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، وضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، والانخراط العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام، والعمل على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للاطلاع بمهامها بشكل كامل. كما طرحت أيضا مصر خارطة طريق خلال قمة القاهرة للسلام، والتي احتضنتها في 21 أكتوبر الماضي، وحضرها أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، والتي تضمنت تصورا شاملا لحل جذور الصراع العربي الإسرائيلي من خلال عدة محاور تضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة. أما على المستوى الإنساني، لم تدخر مصر أي جهد، بداية من الضغط لإدخال المساعدات، مرورا بإقامة الخيام ومراكز الإيواء، ووصولا إلى عمليات إنزال المساعدات من الجو. كما شاركت مصر أيضا في إبداء الرأي والترافع أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بجانب الحرص على استدامة العمل في معبر رفح رغم العراقيل والقيود التي تفرضها إسرائيل. وتعد الحصيلة الحالية للجهد المصري على المستوى الإغاثي والإنساني في قطاع غزة هي الأهم والأكبر من كافة الجهود الأخرى، حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي نحو 87%. ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى الإنساني على عمليات إدخال المساعدات، فقد استضافت المستشفيات المصرية حتى الآن أكثر من 3700 مصاب فلسطيني لتلقي العلاج. مشاهدينا الكرام، كان هذا جانبا مما قدمته وتحرص مصر على الاستمرار في تقديمه من أجل الأشقاء في فلسطين ولإنهاء الأزمة الراهنة في قطاع غزة. أشكركم على المتابعة. وبهذا مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لختام هذه التغطية بالنسبة لهذه الساعة. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.